الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين بعيد النيروز، عيد أبائنا الشهداء، عيد بداية السنة القبطية الجديدة. في آية جميلة في مزمور 80: يا إله الجنود ارجعنا اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة. هللويا. طلبة جميلة بيطلبها داود النبي، والآية دي تكررت في هذا المزمور 4 مرات: يا إله الجنود ارجع 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 ورجعنا، ارجعنا أنر بوجهك فنخلص، أنر بوجهك فنخلص. اتكررت كذا مرة في المزمور ده، فحبيت ان انا اتأمل معاكم هذه الليلة في بداية السنة القبطية الجديدة في رجوعنا إلى الله، في رجوعنا إلى الله. في أشعياء النبي إصحاح 63 يقوله: تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك ومجدك، أين غيرتك وجبروتك زفير وأحشائك ومراحمك نحوي امتنعت؟ فإنك أنت أبونا، وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدرنا إسرائيل، أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك. بنقول لربنا ما تسيبناش ما تسيبناش، بص من السماء شوفنا ما تسيبناش، أنت أبونا، أنت إيه ولينا، أنت رعينا. عشان كده في بداية السنة الجديدة لازم نبتديها ببدايات التوبة، خلي بالكوا، وبداية ايه لنبدأ بدءا حسنا، لنبدأ بدءا حسنا. خلي بالكوا دم أبائنا الشهداء ده روى الإيمان عبر السنين، روى كنيستنا مروية بدم الشهداء. ويمكن قصة استفانوس واستشهاده في سفر أعمال أبائنا الرسل إصحاح 7 يورينا قد إيه شخصية استفانوس رئيس الشمامسة شخصية قوية جدا حتى في استشهادها. يعني مش وهو بي 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 بيرجم، ما كانش ضعيف، كان قوي، وكان يعني قوته خلت اللي بيرجموه سدوا أذانهم. شوفوا الجزء ده في إصحاح 7، آخر إصحاح 7: فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. ابتدوا يجزوا على أسنانهم لما ابتدى إيه يديهم يعني الدرس من أول العهد القديم كله ويحكي لهم عن ربنا يسوع المسيح. أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم، سدوا ودنهم، مش عايزين نسمعه تاني، مش عايزين نسمعه، كلامه صعب. هجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. وهنا بقى بتيجي القصة بتاعت شاول، الشهود خلعوا ثيابهم عند رجل اسمه شاب اسم شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اكبر روحي. ثم جسى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا ركض. فاستفانوس كان قوي حتى في استشهاده، قوي. طب ايه برضك الكرمة الحقيقية المغروسة بيد الله ودم الشهداء اللي بتسقي هذه الكرمة الحقيقية؟ مزمور اللي قرناه داود بيقول عن الكنيسة انها كرمة،
وسيد المسيح قال عن نفسه أنا هو الكرمة الحقيقية وأب الكرام، دي الكرمة بتاعتي. بتشرب إيه بقى؟ بتشرب ساعات دم الشهداء بيسقي هذه الكرمة. إيه ده؟ دم بيسقي هذه الكرمة؟ آه، بس بقى إيه؟ ده يعني نقطة الدم غالية أوي عند ربنا. قديس كليماندوس والعلامة ترتليان اتكلموا على الجزء ده، قالوا دماء شهود، دماء شهداء كانت بزار بزار، يعني الدم نقطة الدم دي بزار نقطة الدم، لأن ترتليان ده كان من أحد المدافعين فكان بيتكلم على الجزء ده قوي. بيقول إيه؟ إن نقطة الدم دي بذرة، بذرة بتطلع شجرة، نقطة الدم بذرة. ياه، يقول دماء ماري مرقص اللي يعني سحلوه في الشوارع راحت كده؟ لا، ده كل نقطة دم من ماري مرقص طلعت ايه؟ طلعت كنيسة وطلعت ايمان وطلعت مؤمنين باسم ربنا يسوع المسيح. عشان كده في هذا اليوم في عيد النيروز، عيد الشهداء، عيد بداية السنة، مهم قوي ان احنا نعرف ان كنيستنا هي كنيسة مبنية ومؤسسة على دم ابائنا الشهداء. الكرمة الحقيقية، الكرمة الحقيقية اللي سيد المسيح بيقول عنها انا هو الكرمة الحقيقية وابي الكرام. احنا بقى دورنا ايه؟ احنا دورنا في عيد الشهداء، دورنا احنا اولاد الكرمة الحقيقية، اغصان الكرمة الحقيقية، اولادها ايه واحفاد هؤلاء الشهداء، احنا دورنا ايه؟ دي يهمني قوي ان احنا نوضح دورنا في هذه المناسبة الجميلة اللي بتحتفل بيها كنيستنا. اول حاجة، اول حاجة، سيد المسيح قال ان اي غصن مش عاجيب ثمر يقطع ويلقى في النار. تخيل حضرتك احنا مثلا اليومين دول في يعني يمكن خلص مثلا موسم المانجا وداخلين مثلا الفترة اللي جاية على موسم الجوافة، اللي بعدها الفترة اللي بعدها الرمان، يعني كل فترة كده بيطلع محصول معين او ثمر معين في الاشجار. تخيل حضرتك ان عندك شجرة ما جابتش ثمر، عندك شجرة ما جابتش ثمر، هتعمل فيها ايه؟ هتزعل، هتبقى مبسوط منها؟ مش هتبقى مبسوط. لو في شجرة ما جابتش ثمر، انت مستني من السنة للسنة انها تجيب لك ثمر وتاكل من الثمر بتاعها وتبقى فرحان بالثمر بتاعها، لكن جت في سنة ما جابتش ثمر، والسنة اللي بعدها ما جابتش ثمر، واللي بعدها ما جابتش ثمر. تيجي وتعمل زي ايه الكرام، يجي بقى ايه صاحب الكرم يقول ايه؟ اقطعها، لماذا تبطل ايه الارض؟ هو قال كده، قال ايه؟ انا هقطعها، لماذا تبطل الارض؟ هنفضل كده نسيب الارض يعني نزرع حاجة مكانها، هنبطل الأرض ليه؟ فقال له إيه؟ سيبها لي وأنا إيه؟ هعزق حواليها وأضع زبلا، وإيه؟ اتركها هذه السنة أيضا، اتركها هذه السنة أيضا. اوعى اوعى تكون في هذه السنة بدل ما تقول بارك اكليل هذه السنة بصلاحك، يجي ربنا يقول لك ايه عن هذا، ايه عن الشخص دوا، اتركه هذه السنة ايضا. لحسن تطلع دي اخر سنة، تطلع دي اخر سنة وبعد كده ايه؟ ما تكونش بتجيب ثمر وتقطع. اهو في اصحاح 15 في انجيل معلمنا يوحنا البشير، انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه
وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فيكم. اثبتوا في وأنا فيكم. كما إن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة. في غصن مقطوع، تخيلوا كده مثلا ماشيين في جنينة وتلاقي غصن مقطوع في الأرض ومطلع عنقود عنب قد كده، يستحيل يستحيل. لازم عشان يطلع عنقود عنب كده حلو لازم إيه في الكرمة، ويبقى إيه بياكل من عصارة الكرمة عشان يقدر يطلع إيه عنقود عنب كويس. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. وده الطبيعي، ده اللي بيحصل في أي واحد عنده غيط، أي واحد عنده شجر يمشي كده إلى أي غصن ملوش لازمة يجمعهم ويطلعهم بره كده على الايه على المشايه من بره، عود كبريت ويولعهم. طب ليه؟ يقول لك لا اصل ايه ما يسحمش الدنيا، وفي نفس الوقت ممكن حشرات تيجي تقعد في الاغصان اللي دي فتاثر على الشجره الكبيره، فاحسن حاجه ايه احرقه، يحرقه بالنار. بيحصل لغايه دلوقتي في اي مكان، في اي غيط، في اي جنينة، بالذات اللي هم عندهم جناين فيها شجر، يحصل في كل مكان. أي حد عنده أغصان ما بتطلعش ثمر أو أغصان مكسورة بعيدة عن الشجر بيجمعها ويحرقها بالنار. كل غصن يقول كده، إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن في إيه؟ يجف، يجمعونه، يطرحونه في النار فيحترق. لكن بقى الثابت، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تردون فيكون لكم. يا حلوة أوي الآية دي. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تردون فيكون لكم. الله على الآية دي جميلة أوي. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تردون فيكون لكم. تخيل الآية دي بنحطها قصادنا الفترة دي في عيد النوروز. احنا بنحتفل بعيد النوروز يعني يعتبر 17 يوم أو 16 يوم، ويوم 17 18 19 ده عيد الصليب. فتخيلوا لو الآية دي حطيناها في بداية السنة الجديدة، إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تردون فيكون لكم. خلي بالكم أمنا العذراء كانت بتستغل الآية دي. أمنا العذراء في عرس قنا الجليل عملت الآية دي لما راحت للسيد المسيح وقالت ليس لهم خمر. ليس لهم خمر يعني ايه؟ يعني اتصرف مع ثابته فيه وكلامها وكلامه ثابت فيها. راحت طلبت وكان لها ما ايه ما طلبته. ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تردون فيكون لكم. بهذا يتمجد ابي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. تخيل مثلا حضرتك لو واحد مدرس بيدي في فصل وعنده في الفصل بتاعه 30 تلميذ. ال 30 تلميذ في الثانوية عامة جابوا مجاميع عالية، واللي دخل صيدلة واللي دخل طب واللي دخل ودخلوا كليات القمة. شعور هذا المدرس هيبقى شعوره ايه؟ فرحان جدا انه ادى 30 تلميذ، وال 30 تلميذ كلهم كليات جابوا فوق ال 90% وكلهم دخلوا كليات يعني من القمه. بقى فرحان
لكن تخيلوا لو ايه، لو عندي 30 تلميذ نجح اتنين واتنين، يعني على اتنين واتنين فوقوا، واتنين نص نص، واتنين ربع ربع، وعشرة الله، هيبقى ايه؟ مش هيبقى فرحان، مش هيبقى فرحان المدرس بتاعهم. ربنا كتب بيقول لهم كده: بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا اثبتوا في محبتي. عشان كده مهم جدا في بداية السنة الجديدة إن إحنا نثبت في كلمة الله، نثبت في محبة الله، نثبت في الكرمة الحقيقية، يبقى ثابتين. ما هو دم الشهداء دوا، لا ده كنيستنا بتفكرنا من سنة لسنة إن إحنا النهاردة تمتعنا بكنيستنا مش بسهولة. تفتكروش إن إحنا كده متمتعين كده بكنيستنا يعني كده الحكاية سهلة، ده في ناس تعبت، في ماري مرقص اللي دمه روى مدينة الإسكندرية، في ماري جرجس، في أبو سفين، في الأمير تدرس، في الشهيدة دميانة، شهداء 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 شهداء، في الراهبة اللي في كانت في أحد الأديرة ودخل جنود الملك وإيه أعجبوا بشكلها، الله البنت دي جميلة أوي، إحنا ناخدها ناخدها نعملها نديها للملك إيه يتجوزها، خدوها، فتعالي هناخدك للملك. فعايزة تطلع من هذا المطب، قالت له: ياه ده أنت جي أنت نقيت أحسن واحدة، ده أنا عندي سر محدش يعرفه خالص. قال لها إيه؟ قالت له: ده أنا عندي زيت ينفع معاك في الحروب. إيه الزيت بتاع الحروب ده؟ إحنا نعرف ممكن حاجة للحروق، لكن الحروب ده ده أنا عندي زيت قوي أوي تدهن بيه وأي حد بسيف ما يقدرش يموتك. ياه، قالت طب ما جربي في نفسك أنت الأول. قلت له بس كده، جابت الزيت ودهنت، قالت يلا كده شوف يلا كده بسيفك كده الحلو وريني كده، هوريك إن أنا إيه الزيت بتاعي قوي ما يقدرش إيه حد إن هو يموت اللي يدهن بالزيت دوت. مسك السيف وراح بيقطع راسها، طارت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القوة دي؟ ايه القوة دي؟ ايه القوة دي؟ انتوا فاكرين كنيستنا قوية كده من نفسها؟ ده في دم 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 من زمان بيتسفك، بداية من دم ربنا يسوع المسيح وهو على عود الصليب. ده من أول ما ربنا هو العود الصليب سفك دمه، فتح طريق لسفك الدم لأولاده، لهم تعالوا شيلوا الصليب معايا، كل واحد يشيل صليبه، كل واحد ممكن ايه، مش شرط ان كلنا نبقى شهداء، لا، بس القصة ان كنيستنا طالعة على دم، دم ودم قوي، بداية من دم ربنا يسوع المسيح، بداية من دم ربنا يسوع المسيح أولاده ابتدوا يسفكوا دمهم على ايه محبة في إلههم. يبقى هذا العيد نتذكر دم الشهداء، نتذكر استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، نتذكر الكرمة الحقيقية والثبات في الكرمة الحقيقية، نثبت في كلمة الله، نثبت في محبة الله، نثبت في إيه؟ في الفرح. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. خلي بالكم بداية الحديث بتاع الكرمة الحقيقية يقول لهم كده: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. ايه ده يا ربي؟ بقى الشهداء يبقوا فرحانين، دم الشهداء يبقوا فرحانين. اه انا فاكر ساعة ما رحنا قرية العور في تقديم العزاء لأسر الشهداء بتوع ليبيا، كان الكلام ده كان كنت في دير المحرق في الوقت ده، وكان معانا أحد طلبة الكلية
وهو أصبح دلوقتي أب كاهن، وكان أخوه من ضمن الشهداء بتوع مصر في ليبيا، كان أخوه بيتجسد. فروحنا باسم الكلية الكليريكية والدير المحرق ونقدم العزاء لأسر الشهداء. أنا فاكر كويس أول يوم ده ورجعت، قلت ده إحنا كنا فاكرين رايحين نعزيهم، إحنا طلعنا عندهم متعزيين. أنا فاكر كويس أوي الكلام ده قلته، كان ساعتها أبونا بجول اللي هو نيابة الأنبا بجول حاليا، قلت له كده، قلت له يا أبونا بجول، هو فاكر إن أنت فاكر إن إحنا رايحين نعزي؟ ده إحنا طلعنا متعزيين، لقينا أسر فرحانة، لقينا أسر بترتل، لقينا أسر السعادة إن أولادهم بقوا شهداء. قد إيه فرحتهم إن أولادهم بقوا شهداء. عشان كده الكلام ده ينطبق عليهم، كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. الناس دي كانت ثابتة في الكارما الحقيقية، كانوا ثابتين في كلام ربنا، كانوا ثابتين في محبته. يوم ما اتعرض عليهم ان يتقطع راسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، ده كان ايه؟ ده كمال فرحهم، كان كمال فرحهم. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. كل سنة وانتم طيبين، بعيد النيروز، ربنا حافظ عليكم، وربنا يدينا ان احنا نثبت في الكرمة الحقيقية، نثبت في كلامه، ونثبت في محبته، ونثبت في فرحه. ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد، آمين.